السؤال الاول ديالي موجه للسي ابراهيم النبي على ان تاخذوا جاريه. كيفاش السي ابراهيم كتشوفوا نتوما كتشوفوا جميع صلاحيات ولا جميع اغلب الفصول في الدستور الجديد؟ الى بغينا نقولوا الحقيقه في التنفيذ بالنسبه لرئيس الحكومه، كيفاش كتشوفوا نتوما كتشاركوا في هذه الحكومه هذه؟ يعني نتوما كتشوفوا هذا العزوف، كتشوفوا هذا العزوف وركزتم بزاف، كتشوفوا هذاك وركزتم بزاف على العزوف، بحيث انه انتم براسكم كشيء ما غاديش على هذا الوضع هذا، وانتم راكم ممتنين اكثر في الحكومه. السؤال الثاني ديالي الاخ ديال السي رشيد الهلالي عند عدد الدنيا، كيقول بانه الشباب عندهم كثره في عدد الدنيا وتحقوا بهم كثره الى اخره، في حين انه كنشوف انه حتى نصر هنايا ما كانش مؤازر بها، وكيقول ان الناس كيسمعوا لكم بزاف، ولكني وانا في صفحه اولى ولكني كنشوف انه السيد رئيس الحكومه عنده لغه الوعيد الناس اللي صوتوا عليه، لغه الوعيد كيقول غادي نزيدوا في الماء وفي الفوضى ديال الناس وهذا، وما كنشوفوش بانه هذا هو اللي غادي نوصلوا لهم دابا في الانتخابات ديال 2017. غادي نشوفوا بانه نفس الشيء اللي وقع الاتحاد الشرقي في حسن السيدينات، نفس الشيء الى اخره، وهذا دابا الناس اللي كان غادي يصوتوا لا غادي يعقلوا، هما هذوك الناس اللي ما غاديش يصوتوا. تلقى تشوف انهم الناس الشباب راه كتقتلوهم ولا كيجيو عندكم ولا، ولا كتشوف الناس راه كتشوف ان الناس اللي صوتوا عليكم ما باقيش مره اخرى غادي يصوتوا عليكم. نفس الشيء اللي كنشوف انه الناس هي ديال الجميع، حنا كلنا كنتعلموا الايات الفرعيه في المسجد وفي المنزل في